لو لي تارك الصلاة والصوم وكل فرائض الله يسيء معاملتي وأنا أبغضه في الله مما يجعلني لا أستجيب لطلباته في كثير من الأحيان. هل أكون آثمة إذا ما حصل مني ذلك وأنا كما أخبرتكم أبغضه في الله فقط؟ جزاكم الله خيرا. إذا صح ما تقولين أنه تارك للصلاة والصيام فهذا ليس بمسلم، ولا يكفي أنك لا تطيعينه في بعض الأمور، فلا بد من الانفصال عنه ولا بد من مفارقته، ولا يجوز لك البقاء في عصمته. قوله تعالى ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولا عبد مؤمن خير من مشرك، فهذا كافر، لن يترك الصلاة متعمدا كافر، لا يجوز لك البقاء معه، فعليك بالمطالبة بالانفصال عنه وفراقه، ولا يكفي أن تبقى عنده وتعصينه في بعض الأمور. نعم.